نزرع قصة وتثمر جنتل هم عاجته فرق سلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الأفاقي جنتل ها يا جنتل عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل دمتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام عبر شاشتنا شاشة قناة الواقع. يا هلا ومرحبا، اسعد الله مساءكم كل خير. اليوم ضيوف مميزين، ضيوف جدا سعيد بلقياهم. اليوم مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن ضيوف مميزين، فالله يعطيهم العافية وما قصروا، وشكرا شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على السحبة. مع الأسف يعني اليوم مثل ما تشوفون ضيوف موعديني وضيوف على اساس انهم بيجون، ولكن للاسف ما في ضيوف، فانا اقول انا اكفيكم، انا زي كذا، انا اليوم انا اقول اني انا الحالي اكفيكم. اول حاجه الله يعطيكم العافيه وشكرا على حرصكم للحلقه، شكرا على دعواتكم، شكرا على كلامكم الجميل، شكرا لكم وشكرا لقناه الواقع. صراحه ما ادري ايش اقول لضيوف اللي يسحبون وضيوف اللي يتأخرون، فحنا لازم نعاقبهم أي ضيف يجي بعد التأخير، فأنا أقول له إنه ما راح يطلع برنامج واقعي نهائيا ثاني مرة. وشكرا، بتقهوى وعيم الله خير وخلوا على الله. بعدين حطي لي وحدة شلة يا حبيبنا، بالله حط لي هنا الكاميرا، حط الكاميرا هنا، شوف شوف هذه، شوف شوف خشمتك ليه كذا، شوف مشكلة تحسب قهوة تطلع شاي، والله العظيم أول مرة أول مرة لاحظ إصابة بشرك بقهوة. الله العظيم ما أدري إيش أقول، ما أدري إيش أسوي، لكن أنا بتكلم لكم عن نفسي. أنا سامي النزي، إنسان جاي من البيت بدري، وصلت هنا الساعة 11:45 دقيقة أو بنقول 50 دقيقة، وقاعد أعدل فقرتي وقاعد أكتب محاور وحالتي حالة، وبالنهاية لا ضيوف ولا شيء، ما أدري شو أقول صراحة. الله يسامحكم، الله يسامحكم يا والله. ندري عاد الموعد يقول لي في ضيف جاي، أي ضيف لا تستقبله، أي ضيف لا تستقبله. المفروض نبدأ الساعة 12:30، الساعة 12:50 دقيقة بالكثير بادين. مع الأسف بدينا كم، بدينا كم الحين الساعة 1:15 دقيقة. أدري شو أقول، ناس نايمين، ناس تعبانين، ناس تقوم بدري ومن أمس يجهزون فقراتهم. فأنا أقول اليوم ودي إني أطبخ لكم، ودي إني أونسكم، ودي إني ما أخلي الهواء فاضي عشانكم أنتم. فأنا أدري إني أنا أكبر ضيف، أفضل ضيف عندكم مشاهدين الكرام، فالواحد يعني خليها الله. بالله يا محمود أي ضيف لا تدخله، معليش اللي يتأخر يتحمل ما يجي. والله عشانك 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 يا محمود هالمرة هذه بعديها، لأن أنت عارف الوضع اللي حنا قاعد نتعب عشانه، نجي هنا بدري لكن ما حد يقدر. ايش جابك؟ ايش جابك؟
ايش جابك؟ ايش جايبك انت؟ السلام عليكم. سؤال عبد الله، كم سالتك بالله العلي العظيم؟ ايش قايل لك انا؟ تعال بدري. تعال بدري صح؟ صح. بس ترى كم الساعة الحين؟ الساعة واحدة. وضيوف اللي معك وينهم؟ ها؟ وضيوف اللي معك وينهم؟ اعتذروا. اعتذروا؟ ايه عندهم شغل، معليش. عاد ادخل. ايش جايب معك؟ جايب غدا. ها؟ ابى ادغدغ بطنك دغدغة. ابى ادغدغ بطنك دغدغة. يعني الحين عشان ارضى عليك؟ جايب لي غدا. ايوه ولا عشان ايش؟ ابو الحاج يا هلا ومرحبا، تعال سلم. شلونك؟ الله يبشرك بخير. صحتك طيب؟ شلونك؟ أول حاجة أعتذر المشاهدين على تأخيرك. احنا نبي نبدأ الساعة 12:30 فاختلف الوضع كامل. أول شيء العذر من الله ثم منكم. والله يا جماعة الخير سلمان يعني مبدع من يوم يومه، ولكن سري هنا بالله. هنا؟ هنا هنا هنا. طيب يا أخي، طيب مو إني تأخرت. ضيف لا ضيف متأخر، معليش. احنا كاتبين محاور وجايين بدري وحالتنا حاله واخرتها عكس الامور هذه كلها. سم تامر امر. الله يسامحك. حتى ابوي مرسل لي رساله صوتيه، يبا العذر والله منك يبا. تعرف يبا هاو تبين افتح رسالتك الصوتيه؟ ما عندي مشكله. افتح رساله صوتيه. ممكن يبي المشاهدين ممكن يبي شيء. ما عندي مشكله. يبي شيء. بس انا عارف ابوي عتابه علي واجد. ما عندك مشكله. يجي يقول لي يا سلمان ليش انت ما بديت؟ دقيقه خلنا نسمع. اسمع. سمعنا معك. طيب خلينا نشوف هل انت. لا في اصوات مداخله. اه طيب. يبا يا ويل قلبي والله. ابشر تقهوى. يقول تقهوى خليك لحالك عادي ضيوف. شفت حتى ابوي عاتبني يقول ضيوف. هو يدري انك ما انت لحالك، يدري اني معك. اول حاجه يا هلا ومرحبا اخويك حلان. طول عمرك. اليوم سعيد انك تكون معي. الله يسعدك. سعيد اليوم نعرف عنك حلان الكثير والكثير. ودنا نعرف عنك حلان، احنا نعرف بس انه بالسوشيال ميديا، لكن احنا ما نعرف عن بعض الاشياء الخاصه فيه. كحلان اليوم شرفني واسعدني في حضوره. اليوم ضيفي كحلان الشمري. فاليوم شفت عشان ما تقول جبت من اوراقه محاور يعني انا بنزل اوراقه هذه. سلمان شوف يعني تمام. المحاور بتكون وديه ونعيش ريالتي، اسئله بسيطه خفيفه عنك حلان الشمري. كحلان الشمري اول حاجه الله يعطيك العافيه انك جبت الغداء وشكرا. الله يطول عمرك. والغدا ترى شفع لك الكثير يعني. الله يطول يعني انت متاخر فوق تاخيرك، فهذا شيء مو مستغرب عليك اخوي حلان على التاخير. الله يطول عمرك. سواء بحياتنا الواقعيه سواء يعني بالحلقة. الله يطول عمرك. اول حاجه يا هلا ومرحبا اخويك حلان، خلص معك وبسالك اسئله. معك واصل. واصل سم. حلو تمام. عبد الله الشمري الملقب بك حلان الشمري. اي نعم. بدايتك في مجال الشهرة من متى؟ من 2016. 2016؟ ايه. كانت عبر اي برنامج؟ كانت عبر منصة بثوث، كانت برنامج اللوبس. ايوه. كنت ابث فيه، كنت ملقب صراحة، كان لقبي جدا جميل. ولو اقول لك الاسم ممكن تضحك، ولكن كان اسمي مستر خبزة. مستر خبزة. أنا أشوف إنك لحد الحين تعب الخبز. الله يطول بعمرك. فبدايتك عام 2016. بعدها اتجهت المنصات أخرى. قعدت كم فيها سنة؟ برنامج اللوبس كانوا ما كنت يعني أطلع بوجهي، كنت بلثمة. إيه. فهمت؟ كنت حاط نفس ما تقول أو قناع. كنت حاط قبوع. كانت يعني الناس يعني يسألون. هل في شيء؟ هم يدرون ان وجهي انا طفولي اخاف يحضروني من البث. ايه. فكنت احط الاثمنه هنا تمام، كنت البس كاب او احيانا لا، فنفس ما تقول يبان العيون. العيون فكلهم يعني يشدها من المنظر هذا، ليه يعني صامل كذا؟ وكان يعني نفس ما تقول مسكر الوجه ليه؟ فهمت؟ كان الشباب او الناس عندهم فضول. استمرت على هذا الاسم، كان اسمي مستر خبزة. كان جميع عام يعني مستغربين او يشدهم الاسم، وش مستر خبزة؟ حلو. ايوه انا الله يطول عمرك بعلمك
ليش سميت نفسي مستر خبزة؟ أو بداية شهرتي جدتي الله يطول عمرها عندها مزرعة بحاية. الله يطول عمرها يحفظها. إيه. وفترة الإجازات كنت أجي عند جدتي واللون، وبالأغلب يعني إني أنا عند جدتي. فحطت لي غرفة قالت يا وليدي هذه الغرفة هي تسميني كحيلان. كحيلاني كحيلان كحيلان فهمت ما تلاقي. من يوم إنك صغير. إيه من يوم أنا صغير. إيه. قالت يا وليدي هذه الغرفة لك. افتح باب ثوث انبسط به سوي اللي أنت بيه. تخبر على ايام يعني ما كنت يعني اني اطلع وجهي ومزارع ولا في يعني بقالات اروح وكذا، كانت تجيب لي خبز وجبن حلو كوب حليب، وهذا كنت يعني عشايا وغدا خبز خبزتي طول عمر بجبن واكلها بحليب حلو، وافتحها بذوث احيانا اشرب شاي احيانا حليب اي احيانا احيانا واكثر شيء اتوقع انه حليب عشان اللون ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوه؟ اكثر شيء اشرب شاي ايوه وعشان كذا انت ما صبت لي شاي. فأنا أقول لك يا شوف الشاي عقابا لك إني أنا ما ودي أصب لك شاي صراحة ولا أنت تستاهل كثير، فقهوة يقولون أفضل عشان تكون مركز معي ولا تتوتر، لأن في أسئلة حامية أنا معلمتك عنها، في أسئلة بيني وبين نفسي أنا ودي أسألك إياها من زمان، فخلنا قهويك أول حاجة عشان أنت تروق تأخذ راحتك. عشانك فهمت إيه، فعشان تأخذ راحتك ولأن اليوم محاوري لك أنت خارج السياق. السياق تفضل. عشت أدخل أنا مو نعد عليك. إيه ما يحتاج. خليك هوا عندك. تروق هذا التمر هنا يقدع وخذ راحتك. طيب أخويك حيلان بدايتك كانت عام 2016، بعد 2016 اتجهت إلى برنامج آخر غير اللوب صح؟ لا اللي أي برامج؟ وقفت. وقفت بثوث. إيه نعم. اعتزلت يعني فترة معينة. اختفيت. مو اعتزلت. اختفيت. لا واجهت نفس ما تقول كلام كثير. من العائلة أو من الجماعة فهمت، بعد يعني ما عرفوا إن هذا أنا حلو فهمت، يعني ما كانوا يعني مؤيدين لي بالشهرة أو إيه بحسب علمي كان يعني يطلع كانوا يطلعون معي ناس صاحبين مواهب باللوبس، كانت منصة مهي معروفة يعني على مستوى العالم، يعني كانت منصة نفس البيجو إيه؟ على أيام بس البداية على ما أظن البيجو ما كان موجود، فكان يعني ما حد عارف اللوبس، يعني البث كان يدخل فيه 500-400 جميل على الرتم هذا ويندهشون. كنت أسولف سوالف. طيب أنت قلت واجهت إنها صعوبات من العائلة، طيب هل العائلة قالوا لك لا لا تبث ولا نهائيا وانقطع عن السوالف هذه اتجه لدراستك أفضل من بثوثك والتواصل الاجتماعي؟ أنا ما كانوا يعني محاربين، كانوا غير مؤيدين. سبب؟ السبب عام يعني لا ما تصلح لك شهرة مي زينة عيب، حاطين يعني مثل تقول نفس بعض العوائل يحطون إن الشهرة تتجه الطريقة إلى منحدر. حلو. فهمت؟ فكانوا يعني الوالد الله يطول عمره كانت غير مؤيدة. أخوي الكبير فهيد مسي عليه بالخير ما كان مؤيد إني أشتهر. طيب. فهمت؟ هل طيب الشخص هل الوحيد تمام يعني الشخص الوحيد اللي كان مؤيد معي يعني بخير ولا بشر وما في شر إن شاء الله كان الوالد الله يطول عمره. الله يطول بعمره يا هلا مرحبا أي والله بالوالد اللي أحب حب مو طبيعي الله يطول بعمرك أبو فهيد. أيوة. فا يعني كان دائما دعم قوي لدرجة يعني كان يمسك أخوي الكبير يقول له ما لك دخل فيه، مع أني أنا وفهيد يعني ناس تقول حيل مع بعضكم حيل مع بعض، بس كنت يعني في تتش بين أنا وفهيد، جاء الشهر قال لا لا تبث، كان لدرجة كسر جوالي فهيد. تدري وين كنت أبث؟ كنت أبث بالسطح، وقفطنا أنا بالسطح وانت تبث وأنا أبث بالسطح فهمت؟ خذ الجوال يكسره. قعدت فترة طبعا انا قعدت فترة يعني الناس بتقول اراوغ عنه لان هذا المجال انا احبه من يوم انا كنت طفل. حلو. من يوم انا كنت طفل وانا احب المجال هذا فهمت، ولي مقطع باليوتيوب من 2013 او 14 ولي صور بالانستغرام كذلك من 2014 15. كنت مره صغير مره صغير
ومع ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن كبر. مع ذلك انت حطيت براسك انك انت تشتهر. طيب هل يوم فكرت انك تشتهر ما يعني ما حطيت براسك في عواقب بعدين راح تجيك؟ هل في اشياء يعني قويه تخليك يعني والله انت عارف السوشيال ميديا يعني فيها مشاكل وفيها الى اخره. انا كنت كان قلبي قلب طفل. وش كان هدفك من الشهره؟ كذا انا حطيت شيء براسي ناس بتقول كنت انبسط يعني اذا حققت شيء براسي. انا من النوع اللي حطيت شيء براسي اصله يعني اصله حلو. فهمت يعني مثل الشهره انا يعني دائما ابوي يقول لي الله يطول عمره يقول لي وليدي انت مثلي انت مثلي حطيت شيء براسك اللي تجيبه بس انتبه يعني بعض الامور اللي يعني تخبر يعني ما انخلى من النصايح الوالدين الله يطول عمرهم الله يطول بعمرهم. احنا لولا الله ثم هم احنا ولا شيء صراحه علمونا الشيء الكثير وللامانه لو ما هم معنا كان ما وصلنا لهالمرحله هذه اللي انتم تشوفونا فيها الان اللي منا مقدم والثاني بعد مقدم ومشهور بالسوشيال ميديا فكله والله دعم الوالدين. اي والله فكمل لك فقال رح انا معك ومعني اخطي وناس ما تقول يجي عاتبني معاتبه اخو ما هو ولد يعني ابوي يعني انا اللهم لك الحمد يعني انا وابوي اصدقاء 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 يعني لدرجه يعني مثل ما بيني وبينك يا سلمان بيننا وابوي اسولف معه كل شيء واعطيه كل شيء هذا اللي مريح ضميري ومريحني انا ومخليني يعني ابدع واصل مراحل كبيره صح اني اخطيت والثقه بينه وبين ولده تزيد اكثر واكثر دايم اذا كان الولد صديق ابوه وكان معه حيل دايم يثق فيه ثقه عمياء لانه عارف كل حاجه ما يتخبى عليها الوالد صح ايه صح اني اخطيت يعني بحق نفسي بدايه اللوبس اني ما استمريت يعني لو مستمر يعني يوصل الى نجاحات اخرى ولكن اللهم لك الحمد يعني مثل ما تشوف انا الان املك مليون اخت واخ عبر منصة التيك توك وواصل بنجاحاتي ويكون بعلمك بعد ما شافتني الوالدة واخوي الكبير فهيد اني ماشي بمسار صحيح ولاني من اللي تقول الشباب اللي يتهورون او الشباب اللي يفعلون حاجة خارج السياق يعني اموري كلها تمام كنت ابث بالمجلس عند امي قلت ما شوفه عندك ونفس ما تقول تخبر الام قلب الام اي صح يعني ما ودها انه ولدها خايفة عليك اكثر من انك انت تكون مشهور خايفة عليك من الناس اللي مشاهير السوشيال ميديا القديمين واللي عندهم خبره اكثر فهي خايفة عليك من المشاكل اللي تصير بينك وبين اي مشهور يعني عرفت غير كذا هي خايفه يعني نفس ما تقول من الجمهور يعني هي ما هي يعني الجمهور يعني بيتابعك الصاحي بيتابعك من جميع الفئات ومن جميع الاعمار ومن جميع العقول بيتابعك عقل كبير وعقل صغير وعقل انت كيف تتعامل معهم فهمت هي ما كانت وافقه فيني انا اني بتعامل مع الرتم هذا يعني حلو. انت شخصيا بيجيك بسنابك يا سلمان باليوم بيجيك اشياء تفجر الراس هل انت رجل تمسك نفسك تستمر تكمل نجاحاتك او انك رجل تفتح مجال للأشياء اللي أنت تذكرها أو أنت خبرها تمام بتطيح بحفرة أكيد بتطيح بحفرة مالك طلع منها لو تحب أثرية فعلا يسمونها مقبرة المشاهير أيوة عليك نور طيب أخويك حلان رغم الأشياء اللي جو قالوا لك عليها عائلتك والجماعة وإلى آخره هل يوم من الأيام فكرت أنك تعتزل وش كان سبب اعتزالك لأن أنت بديت وقفت فترة من فترة اللوبس بديت بعدها فترة وقفت وبديت فترة بعدها بالتيك توك طيب هل والله يا سلمان يعني أنا أفخر بعائلتي وأفخر بجماعتي فخر ليلة ثرية أو للسماء فهمت ولكن بدايتي بالتيك توك أو بداية يعني انطلاقتي أنت اعتزلت حنا موضوعنا كان عن الاعتزال كم سنة اعتزلت وقفت انا اعتزلت من 2000 و نهايه 16 بدايه 17 يعني نقول تقريبا حلو الين 2019 يعني وقفت تقريبا سنتين كيف كانت حياتك وكيف قدرت تعايش مع انك كنت مدمن بثوث وكنت حاطن شيء مدمن كنت ابث ليل نهار حلو كيف بسطح ابث اول شيء صراحه يعني مرت عادي فهمت
بس وشو احن فهمت؟ لعلمك انكسر جوالي. ايه انكسر جوالي ولا منعت عن بعض الامور اللي كان انكسر جوالي ومعي جوال بثيت بس مكسور جوالي قعدت شهرين بدون جوال. ايوه شهرين بدون جوال والوالد الله يطول عمره يعني ما كان يعني يتواجد بالرياض كان عنده يعني اعمال او اشغال يعني ما كان يتواجد بالرياض. ايه او ما يمديني اشتكي الحال بحيث اني ما يعني لا عندك جوال تدق عليه اي ما حتى اذا كلمت أقدر حتى اذا كلمته من عن طريق الجوال والده ما تقدر تسولف تاخذ راحتك. ايوه غير كذا يعني ما ودي اني اشغله فوق هو ما هو مشغول بالفتره ذيك. ايه كان مشغول شغل كبير. فقعد شهرين وجاب لي في عيد اخوي جوال اعطاني الجوال قال اسمع ان بثيت ترى بزعل عليك زعل والله العظيم ما يطب لساني بلسانك. يوم قال كذا استخرت قلت اعوذ بالله ماني يعني ماني خسران اخوي عشان سالفه بث عشان برنامج ايه؟ وما تدري بيوم من الايام يعني يكون في يعني السفينه تنقلب عليك ولا لا داعي يعني انك تخسر اخ. مرت الايام اللي ما جاء 2019 فتح الموزيكلي او بدايه 18 حوله فتح الموزيكلي. لا والله كان 2017 فاتح او 18 المهم كان فاتح وانا معتزل اللوبس كان ايه؟ فاتح الموزيكلي. ايه دخلت التيك توك سويت لي مقطع تمام وضرب الى 1,700,000. هذا اول مقطع لي. هذا اول مقطع لي. حلو حلو. بعدين خرعت حذفت حسابي. ايوه حذفته يا ولد احاول وجوني اخوياي يعني انت طلعت بالتيك توك شوف مقطعك وضرب بالانستغرام. انت ما عندك اصدقاء مشاهير. انا ما عندي اصدقاء مشاهير. ما تعرف سالفه مشهور فلان ما اعرف ما اعرف ابد ولا يا ولد يا ولد. وانا تعرف اللي فيه بين متحمس وبين مهبطينك اللي حولك. اي اي قلت يا تدري شلون اول ايام الشغل انا اطلع المزرعه جدتي يوم وقت اجازه وانا اروح لجدتي وانا اعلم حادثي قلت ترى العلم كذا كذا كذا. قعدت رفت شفت الغرفه ذيك حقتك ترى يا وليدي روح بثبه ولا عليك انبسط بث بذهن. هي ما تعرف البت وشو إيه؟ وهي تعرف وش السوشيال ميديا ما تعرف اصلا وش سالفه البت. ايوه بس روح خذ راحتك خذ جبن خبز وجبن. المهم اروح اسوي مقطع تمام هو يضرب. رجعت حسابك ولا خلاص لا سويت حساب جديد. سويت حساب جديد على تيك توك سويت اربع حسابات. يا اخي رجع حسابك. طيب اللي يضرب نسيت الرمز يا ولد انخرعت نسيت الرمز. ايوه ورجع هذا واسوي مقطع والله هو يضرب الى 20,000 وتكتب لي واحده من البنات او المتابعات الله يبيض وجهها كتبت لي عيونك بهن اي ناينر. يوم قالت كذا وانا انا ناينر ما ادري وش انا. ايوه والله ما ادري وش اروح لامي قلت وش انا ناينر وش قال هذا اللي بالعين. ايه فهمت. فانا ارجع وانا اقعد يا ولد احط الاضاءه تمام حط التعليق واكبر اكبر على عيوني الا والله ابو ناينر. قلت ولد ابوي لا والله ما ابو ناينر. وانا اسوي مقطع على 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 الكلام على الكلام ويضرب الى 1,000,000 أو 1,700,000 نفس المقطع. اي ضرب ضرب موجود إيه؟ الى الان المقطع موجود. ايه فهمت. ويضرب ضربه قويه وانا ارتخي بس سويت مقاطع مقاطع مقاطع. جتك عاد اضافات. جتني اضافات جتك عاد. والله يا سلمان ان باربع ايام او خمس ايام اني وصلت 10,000 متابع ما شاء الله. والله يا سلمان ان 10,000 اللي اذكره وهنا تحمست. شوف اذا الله سايق لك سبحان الله يجيب لك. وسلكت وكان يعني اول شخص موجود داعم كان عندي عبد الله الصبيعي. عبد الله الصبيعي هذا انا اكلنه الاحترام واحمل يعني فضل بعد الله له الشخص هذا كان هو اللي شجعني بالبدايه قال روح وانا ادعمك روح وتقفلت الهدايا وسعى لي فيها وفتحها والى ما شوف الحين عندي امبراطورات الخالدي والاماراتي والداعمين يعني الباقيين صلى الله يطول عمره ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب هل الشهره خلتك تبعد عن اهلك؟ الشهره ايه شوف مجال الشهرة يبعدك عن المجتمع اللي انت فيه يخليك يعني نفس ما تقول تواجه صعوبات كثيرة وانت هو انت هو انت الشخص اللي يعرفوك اللي حولك بس يبعدك مجال الشهرة يتلك من العائلة اللي انت فيها يخليك تصير خالي كل همك ان كل همك تصير مهوس بالجمهور بالمتابعين بالمتابعين ورضاء المتابعين وبس تبي شيء اللي يرضيهم تبحث عن رضاهم حلو يعني رضا الناس غايه لا تدرك تمام
وزعلهم غير يعني بيزعلون عليك بيرضون هو انت بس خلك على اللي انت بي عادي تعدل خذ راحتك. طيب اخويك حلان كثير من الناس يتساءلون يقولون يا اخيك حلان فتره من الفترات بعد شهرته بالتيك توك وقف فتره بسيطه ورجع هل كان بسبب دراسه ام كانت يعني مثل ما تقول جتك مشاكل وقلت بوقف الفتره هذه بعدين عاد برجع له ما خفت انك تخسر جمهور زياده فوق اللي انت جمعتهم؟ لا شوف الدراسه انا شخص مع الدراسه انا احب الدراسه ولكن مرت علي فتره يعني خلاص يعني ماني مستعد اني اكمل حاليا بالوقت هذا انا موقف الجامعه لثلاث سنين موقف الجامعه ما درست جامعه حلو او بلا يعني بلا صح يعني ما ودي اخفي عليك سلمان وانت خابر اللي عندي انا قدمت على الجامعه وتم رفضي قدمت على جامعه الامام وجامعه سعود وتم رفضي حلو يعني النسبه كانت ما هي ذاك الزود وقعدت الى السنه الجايه تمام يعني بالفتره هذه كان في يعني مشاكل عندي انا السنه الثانيه قدمت بجامعه حايل وكذلك بالجامعات اللي هنا وتم رفضي تمام يعني نفس ما تقول تسكرت اشياء وانا يعني داري انه خير من الله ايه عقب قدمت على جامعه الكترونيه السعوديه ولا تم يعني ما كان في يعني حماس حلو طيب يعني انت مثل ما تقول انها الحين انت قدمت على الجوامع وقدمت انا سؤالي كان هو فتره انقطاعك حالان فتره وبعدين رجع الجمهور ونزلت عند المشاهدات فجاه كذا نزلت عند المشاهدات قبل فتره انا اتكلم لك هل كان بسبب دراسه ام كان بسبب اللي حولك انت انا ادري ايش تبي ايه صح انا قدمت على كليه الضباط تمام مع ابناء عمي ولكن ما حالفني الحظ ويعني وانقطعت فتره يعني ما كان في يعني كان شغفي اني اكون يعني ضابط او اني اقدم على كليه الضباط ولكن ما حالف الحظ هو اللي خلاك يعني نزل عندك الرتم بسبب قبول غير يعني انت شيء تنتظره من زمان وشاد حيلك ويعني والله ابعد عنك ما ابعد عنك الا خير لك فعلا فهمت قعدت حول سنه يعني ما قدمت على الجامعه قلت ما ابي جامعه ما راح اقدم على الجامعه ولا شيء فيعني ابوي الله يطول عمره قدروا يعني الوضع قالوا تمام حاولوا فينا ما في يعني ذاك الشغف اني ادرس كمل جامعه فنفس ما تقول كملت الموضوع اللي قلت لك اللي قعدت سنه ما قدمت سنتين الثانيات قدمت على والحمد لله انا مقبول بجامعه حائل الان تمام واجلت ترم حاليا انا مأجل ترم والترم الجاي ان شاء الله اني بدرس بحائل فالك التوفيق اخويك حلان طيب اخويك حلان حصلت لك مشاكل من مشاهير كانوا اصدقاء لك فتره من الفترات صارت مشاكل بينك وبينهم هل حصلت لك الاشياء هذه مشاكل مع مشاهير والله شوف بعلمك حاجه يا سلمان طبيعي باي مجال انت تكون فيه تمام لابد انه يكون فيه يعني حاجات يعني توقفك عن الشيء اللي انت مستمر فيه ايه فانا اقول لو تخطى السؤال هذا احلى انا ما قلت لك عندي لي اسماء حصلت لك مشاكل مع مشاهير كنت انت وياهم فجاه راحوا هم طريق وانت بطريق بسبب اشياء كانوا كان يعني ودهم انك انت تسويها وتساعدهم في محتواهم كان محتوى يعني ماشي فانت انا ما ودي يعني ان تصل رساله تمام لاشخاص كانوا معي مشاهير ايه ويفهمون بخطا اني اقصدهم بالعكس انا كنت مع مشهور او مع يعني وصار فيه اختلافات تمام وصار فيه اشياء كثيره ويعني نفس ما تقول في حسد بالموضوع اي نعم في حسد يعني من اقرب الاشخاص لك يحسدك حلو فهمت بس يعني واصل وسبب ابعادك عن الناس قمت تنقى يعني المشهور فلان مو اتنقى مشهور فلان انا اتنقى الرجل
قبل انه يكون مشهور. قبل انه يكون مشهور مثلك شرواك سلمان. شرواك يعني الطيب طبعا. ناس بتقول اشتري خوة الطيب ونستمر معه بالطيب. فاللهم لك الحمد مثل ما شفت، ولا فيهم الخير والبركة، جميع من خاويت فيهم الخير والبركة، ولا كلهم الا الاحترام، والله يستر عليهم. الحمد لله يعني الحياة ماشية، أصدقاء ولا بدون أصدقاء. صح. جميل. طيب نصيحة تقدمها لإخوان المشاهدين والناس اللي ودهم يشتهرون يدخلون في مجال الشهرة. أيوة. مايك. سلام مايك. إيه. اسلم. أقول نصيحة توجهها لإخوان المشاهدين والمشاهدات اللي ودهم يعني يشتهرون يدخلون في مجال الشهرة. نصيحة توجهها لهم. وفي بعضهم يقول يا أخي الشهرة أفضل من فلان وينقطعون عن صداقتهم، يعني عن مثلا فلان وفلان خلاص كل همه شهرة 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 شهرة، يمكن يوم بليلة تنتهي شهرة. هذا بقول لك حاجة، الشهرة ما هي مستمرة، فهمت؟ ما يستمر إلا ذكرك الطيب، لا يستمر إلا فعل يمناك اللي كل يذكره، إن يذكره اسمك قال والله يذكر فلان بالخير، كان كذا كذا كذا، والله يذكر، يعني فهمت اللي توصل رسالة أنت للمجتمع. خلينا بتكلم عن كحلان. كحلان كان برأسه رقم، برأسه رسالة يوصلها للمجتمع. أنا وصلت الرقم اللي أنا بيه، فهمت؟ بس إلى الآن أنا ما وصلت رسالة اللي أنا بيها. إلى الآن كحلان يعني وصل يعني الرقم. عندك هدف بالشهرة؟ أنا عندي هدف بالشهرة، فهمت؟ أنا عندي هدف بالشهرة، تمام؟ وعندي رسالة هبيوصلها، بس ما جاء وقتها الصحيح، أو ما جت ضربتي القاتلة، فهمت؟ جميل. يعني هل بعد الرسالة توصلها تعتزل؟ لا. أجل؟ راح أنا أستمر، أنا عندي إخوان وخوات، عندي عيالي أنا تاركهم هنا. صح. هذولهم والله ما أعتبرها يتابعني، ما أعتبره إلا أخو أو واحد من عيالي. الله أكبر. إيه أيوه. أرفق عليهم يعني بقلب الأب، فهمت؟ قلب الأب يعني. أنا هذا متابعيني، أنا أرفق عليهم وأحبهم وأحس يعني إحساسي أنا غير، أنا ما أتكلم يعني شوفني وين رأسي، ولكن أحس أهم يعني قطعة من قلبي والله العظيم. فعلا يستاهلون والله كل هالمحبة هذه اللي وقف معك وساندك في مجالك، فيستاهلون والله كل هالمحبة هذه تقدمها لهم يا كحلان. طيب حنا السؤال الأساسي اللي هو هدفنا، اللي هو نصيحة لكل واحد ود إنه يدخل مجال الشهرة، يعني مو حاطن هدف براسه. لا تدخل. وش السبب؟ لا تدخل إلا أنت قوي رأس. إذا رأسك قوي ادخل، هذا واحد. الشيء الثاني، إذا عندك رسالة تهم المجتمع ادخل. إذا عندك شيء بتوصله ادخل. أنا أقول لك الشيء الثالث ذلن. انا اضمن لك انك تبي تصل والله بيعطيك رزقك. ممكن تدخل بالشهره تركض 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 ما انت حاصل شهره ولا انت حاصل رزق، او ممكن بيوم واحد يضرب لك مقطع يتكلم عنك القاصي والداني، وهو مقطع واحد يقول بيض الله وجهك وجمل الله حالك وانت الكف وانت اللي ما فيك وانت اللي فيك ولا ما فيك، ومقطع واحد يقول هذا فيه وما فيه يطلعون اشياء ما هي بك. السوشيال ميديا او الـ يعني بشكل عام يعني ما هو زين. في اشياء زينه، في اشياء يعني الجمهور عندهم الظاهر، يعني انت تشوف الظاهر ما تشوف الشيء الداخل، في اشياء داخل مكبوته ينجرح قلبك وانت ما تقدر تتكلم، يتكلم عليك الصاحي المجنون ما تقدر تتكلم. فعلا. فهمت؟ في اشياء تمسكك ما تقدر يعني تتكلم، ومحسوبه عليك كل شيء، يعني خطا واحد منك يدمرون نفسيتك، يحطونك ما تسوى عزك الله هالعلبه هذه، غير كذا ان سويت انجازات كثيره ما يحسبون، يقول شكرا تمام بس اخذ خطا واحد قلبوا عليك، يخلونك يا ولد ما تسوى شيء، فهمت؟ من حقهم، بس مو ذاك الاستهتار يعني الزايد، بس هذا السوشيال ميديا. اذا انت قوي راس عز الله ادخل، لانك بتواجه اشياء كثيره. كثير يا جماعه من المشاهير راجعوا مستشفيات نفسيه بسبب يعني كلامكم،
وكل أمانة إحنا نتكلم زين، كل أمانة كثير من والله كثير من المشاهير وتعرفهم ياك حلال، يعني ما يخفاك الشيء هذا كثير. فعلاً ترى أتكلم والله وأنا صادق، والله كثير كثير من المشاهير راجعوا مستشفيات نفسية بسبب كلام سلبي، بسبب كلام يعني ماشي. صادق صادق والله. فأنت منهم يا حلان ولا لا؟ يا ولد يا ولد، هذه المشكلة إن كثير والله العظيم يقول كلمة يعني ما يحسب حسابه. يا أخي حرام يا أخي عليكم، ترى هو عنده مشاعر مثل ما أنتم عندكم مشاعر. أنا ما أتكلم عنك حلان، بعض المشاهير أنا أتكلم. دقيقة شلون ما أتكلم عنك حلان؟ أنا ما أتكلم عنك حلان. حلان قوي رأس. الله عليك. حلان قوي رأس، والله لو يجيني رأس اللي ما أهمني. لو يجيك رأسك ما يهمك. ما يهمني، تكلم بديه وعزك الله برجلي. والله يا جماعة. تقول لك حلان. حلان جاو كلام من والله العظيم. جال يسلم بس. الله أمرك ها. جاء كلام واجد ولكن ما راجع للمستشفيات الحمد لله. يبقى الجبل جبل فعل. والله لو يجيك دراع تهدمك تبقى راس تبقى جبل. انت دخلت المجال هذا يبي لك قوة باس تحمل. اي تصير مطنوخ تتحمل الشيء. يبي لك قوة بهالراس. ان قوة راسك خلاص خلاص تبي تشوف الصاحي والمجنون وكل شيء بيمر عليك. بس ان هذا صار قوي ويابس والله ما يشكل عليك لا راس ولا هالكبر. بس هذا خله قوي والله يوفقك. فعلا انا عجبني الاداء. هذا تمثيل ولا ايش؟ ولا نصيحه قاعد توجهها؟ لا صدق فعلا. اي ما شاء الله تبارك الرحمن. لا ادائك اداء جدا جميل. بس انا اقول لك حلان قبل نهايه الوقت لان بيتغدى صراحه انا والله جيعان اكون صريح معك. فأنا أقول يعني نصيحة توجهها لإخواني المشاهدين والمشاهدات، أو بلا صح أنت وصلت لهم نصيحة ولكن ما هي بشكل كافي، ودنا توصل نصيحة للمشاهير أو الأكثر للمشاهير. أنا عندي قصة أنا قلتها بلبث. حلو. هذا واحد تمام عاق والدين والله يا سلمان. عاق والدين. عاق والدين والله يجرنا وياك ولا يسمع لا كلام أمه ولا كلام أبوه. يا وليدي قم صل قم قم ابى اختصر لك القصه. قم صل يا وليدي يا معاند يتكلم يقول لابوه لامه كلام يا ولد ما يخطر على بال. شو دخل بال ما يخطر عليه ويسب امه ويسب ابوه يعني معاند نمره واستماره. المهم يا طويل العمر راحت الايام مرت الايام. هو كان ياخذ سياره ابوه يعني بالغصب ياخذ سياره ابوه او يسرقها ويروح يدق عليه ابوه تعال يا وليدي عندي اشغال يمسك ويخليه أبوه عنده شغل أبوه عنده شغل ياخذ السيارة يروح. أيوة. جاي يوم من الأيام أبوه كان محاضرة بمسجد. تخيل محاضرة بمسجد ويدق على أبوه يدق ما رد أبوه ما رد يدق إلين ما رد أبوه. قال هذا في شيء. رد قال هلا يا وليدي. قال أبي السيارة ما أدري أبي أطلع مع أخوياي. قلب الأب ترى ما يرد ولده أبد ما يرد الولد أبد إلا المصلحة. قال تعال للمسجد الله يهديك يا وليدي تعال تعال وتعال وليدي تكفى صل لو ركع واحد يصلى وعسى ربي هديك. قال زين طبق من ابوه دز المسجد يا طول العمر. هويت المفتاح وهو يطلع ما صلى دخل المسجد دخل المفتاح وطلع. شوف هو يروح هو يصير عليه حادث ويموت. اعوذ بالله. توفى الاب. يعني اي مشاعر ابو يبي تنكسر ما بداخله فهمت. بس يقول الاب انا 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 مطمن ان في شيء. يقول حلم بالمنام وفسر عن شيخ. يقول يا شيخ انا شفت ولدي بالجنه. يقول شفت وجه ولدي ابيض وانه بالجنه يعني تمام. يعني وهو ما يصلي يا شيخ تمام. قال الشيخ قال ولدك من اهل الجنه. قال يا شيخ لا صح عفوا قال شفت وجه ولدي ابيض وهو ما يصلي كيف. قال ولدك من اهل الجنه. قال من اهل الجنه هو ما يصلي يا شيخ والله ما يصلي. يقعد بالشهر يصلي مره ممكن ما يصلي وممكن ما يصلي. قال ولدك من اهل الجنه. قال كيف من اهل الجنه اقنعني. ما صدق الشيخ هذا طبق من الشيخ هذا ودق على الشيخ ثاني وقالوا نفس الكلام. حلو. توقع يعني سبحانه يعني شوف الله
وكرمه. الولد يوم دخل المسجد كان في ملائكة تحوف المسلمين اللي كانوا يصلون في المسجد هذا، كانت كفارة للذنوب. الله مرسل لهم يكفر ذنوبهم كاملة. يقول خلال ما دخل الولد الملائكة تحوف المسلمين، غفر الله ذنبه وهو داخل معهم، غفر الله ذنبه وخذ مفتاحه وراح وكأنه جديد تو طالع من بطن أمه وتوفى. سبحان الله. ويعني أنا ما أقول الكلام هذا يعني خلاص تعتمد إن الله بيغفر لك أو إن الله يعني إنك ما تصلي بالله بيغفر لك خلاص، لا صراحة دايم خلها بين عيونك لأن توفيقه وتيسيره وكل دنياك بهالصلاة هذه متعلقة. وبر والدينك، بر والدينك يعني لها طعم آخر. ولكن خلينا نتكلم عن الصلاة. الصلاة لو تصلي أنت يا سلمان تمام، وأنت يعني حتى لو تقول مثلا وبعيد عنك أنك بعيد عن الصلاة، قسما بالله وقت السجود أنك ترتاح نفسيا، تنبسط فعلا، ترتاح وانت ما تدري وش كيف الراحة هذه. أنا مرتاح شلون؟ صحيح. كله تطلع طلع كل همومك والهموم وانت ساجد، سجدت تطلع همومك. الله يجيرنا وياك، والله يجعلنا الله من اهل الجنة. العافية وشكرا على نصيحتك. لكن حنا انت جميل دخلت موضوع غير موضوع اللي انا سالتك عنه، فسؤالي كان مهم، لا تحاول انك تمخرجني. شوفك حلان، انا كنت صريح معك زين، كان سؤالي او نصيحه توجهها لبعض المشاهير. انت كان سؤالك يعني نصيحه للمتابعين؟ لا، نصيحتهم للمشاهير ايضا. حنا وجهنا النصيحه للمتابعين، بيض الله وجهك على النصح الجميل، لكن حنا ودنا تنصحهم بكونك انت معروف ومشهور بالسوشيال ميديا، نصيحه توجهها لبعض المشاهير. شوف يعني نصيحه للمشاهير، يعني اعتبر المتابع لك مثل اخوك ومثل اختك، يعني حطهم بين عيونك ولا ترضى عليهم شيء. وانتم عارفين يعني كلامي، لا ترضى على المتابعه او المتابع لك بشيء انت ناوي شر، لان الله ما راح يوفقك. تاكد ان بيجي يوم من الايام ان الله بيكشف سرتك وبيكشف خفاياك، وتبي تطلع بمنظر والله لا عند الله ولا عند خلقه زين، تبي تروح بداية. فحط بين عيونك ان المتابع لك هذا انه مثل اخوك ومثل اختك. الله يعطيك العافيه اخويك حلان. نذكركم اخواني المشاهدين والمشاهدات بجمعيه رؤوم في مكه المكرمه، جمعيه الايتام، 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياه، فهذا اجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. ف جماعه تصدقوا صدقه اجرها عظيم، وهذه حسابات الجمعيه الراجحي. الحين كل شيء سهل، تبي تصدق بدال انت ما تروح تسعى بجوالك، تحط حساب وتتبرع باللي انت تقدر عليه، عندك ريال ريالين ثلاثه اللي انت تصدق فيه، اجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. فتصدقوا الصدقه زينه وتنفعك لاخرتك، يعني 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياه، اجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني مدى الحياه حتى وانت بقبرك ماشي هالاجر هذا. فوصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، الله يعطيكم العافيه اخواني المشاهدين والمشاهدات. فكان اسبوع جميل جدا لطيف معي انا، ولكن ان شاء الله باذن الله نوعدكم في حلقات جايه باذن الله، او ما ندري يمكن موجودين او مو موجودين. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم من التقديم سلمان العنزي.